عن الانتخابات والتفاصيل نتحدث من بغداد معي عضو الفريق الإعلامي للمفوضية الانتخابات الحسن قبس. سيد الحسن، بداية مرحبا بك. نسبة جهوزية مفوضية الانتخابات لإجراء هذه الانتخابات؟ نعم، مساء الخير لحضرتك والمشاهدين الكرام. حقيقة المفوضية قطعت شوطا كبيرا في الاستعدادات الخاصة بعملية الاقتراع، ولم يتبقى إلا شيء قليل. تم الانتهاء من طباعة المواد الحساسة وغير الحساسة وإكمال استلام عدة الاقتراع وتوزيعها على مكاتب المحافظات. حاليا المفوضية تقوم بتوزيع بطاقات الناخب البايومترية، تجاوزت نسبة استلام البطاقات ما يقارب 500,000 بطاقة. الإقبال جيد على استلام البطاقات، لأن مثل ما تعرف حضرتك المشاركة بالانتخابات مرهونة بالحصول على بطاقة الناخب البايومترية، لأن حسب القانون يكون الانتخاب بالبطاقة البايومترية حصرا. تم الانتهاء من طباعة ورقة الاقتراع، ولم يتبقى إلا نصب الكاميرات التي ستقوم المفوضية بنصبها إن شاء الله قبل يوم أو يومين من يوم الاقتراع. ماذا عن المحاكاة الأخيرة لعملية التصويت؟ قرأنا قبل قليل أنها ستجرى يوم غد. نعم، من ضمن الخطة التي وضعتها المفوضية والجدول الزمني العملياتي هناك 4 عمليات محاكاة. تم الانتهاء من 3 عمليات، يوم غد ستكون المحاكاة 4ª والأخيرة استعدادا ليوم الاقتراع، حيث ستكون هذه المحاكاة على مستوى مراكز الاقتراع ما يقارب 7166 مركز اقتراع منتشرة في أنحاء العراق. الغرض من هذه المحاكاة هو لغرض فحص الوسط الناقل والبرمجيات الخاصة به وسرعة نقل البيانات من مراكز الاقتراع إلى سيرفرات المكتب الوطني والمدة الزمنية الخاصة به. سيد قبس، خلال المحاكاة بالتأكيد سجلت خروقات، ماذا كانت أبرز هذه الخروقات؟ يعني هل بالفعل تم رصدها بشكل حقيقي ومعالجتها؟ نعم، هي حضرتك يعني حتى تكون على بينة ان احنا كمفوضية عمليات المحاكاة هي عبارة عن تجارب او تجربة لغرض الوقوف على جاهزية عمل الأجهزة والبرمجيات وكذلك عمل الموظفين، وايضا لتشخيص الامور السلبية والإيجابية وتعضيد الإيجابيات. الحقيقة احنا يعني اكيد يعني اي مكمن خلل تم معالجته من قبل المفوضية، وإن شاء الله تم الانتهاء من معالجة جميع الأمور التي تم تشخيصها في عمليات المحاكاة السابقة. يوم غد سيكون فحص الوسط الناقل وسرعة نقل البيانات من مراكز الاقتراع إلى سيرفرات المكتب الوطني، وأكيد هذه المحاكاة أيضا لغرض التأكد من كفاءة هذا الموضوع. نعم سيد قبس، البعض يرى أن غياب دعاية المرشحين في بعض المدن هو توجه لمقاطعة هذه الانتخابات، وهناك حملات كانت لإزالة وتمزيق صور المرشحين، كيف تنظرون إلى الأمر؟ يعني احنا بالنسبة لنا يعني كمفوضية كجهة تنفيذية احنا مهمتنا الأساسية والرئيسية هي توفير الأجواء المناسبة لوصول الناخبين إلى صناديق الاقتراع وأيضا توزيع بطاقة الناخب البايومتري. أما فيما يخص الدعايات الانتخابية فهذا شيء يخص المرشحين. أما فيما يخص موضوع الاعتداء أو تمزيق الإعلانات الخاصة بالمرشحين فهذا الموضوع بتوجيه من دولة رئيس الوزراء تم تسليم هذا الملف إلى القوات الأمنية الماسكة للأرض في هذه المناطق، وأكيد القوات الأمنية يعني تم يعني المحافظة على بعض الإعلانات وأيضا تم تشخيص بعض الخروقات التي تمت من بعض الأشخاص، تم إلقاء القبض على بعض من هؤلاء المخربين، وأكيد في الأيام القادمة ستشهد تناقص في هذه العمليات كون أن القوات الأمنية ستكون مسؤولة عن هذا الموضوع. من بغداد عضو الفريق الإعلامي لمفوضية الانتخابات الحسن قبس، سيد الكريم شكرا جزيلا لك.